مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاثنين 29 مارس 2021. الحقيقه لما حصل خبر جنوح السفينه البنميه واللي اذعته على حضراتكم الاسبوع الماضي في اواخر الاسبوع الماضي ايفر جيفن اللي بتعمل لصالح الخط الملاحي ايفر جرين وبعدها على طول انهيار عقار جسر السويس. فانا الحقيقه بقيت خلاص متعود لما يحصل كارثه في مصر لابد أن يتبعها كوارث سواء بالحق أو بالزور. طبعا كمان موضوع قطر سوهاج والمأساة اللي حصلت وعدد كبير جدا من الوفيات والمصابين. بس أنا يعني بقول دي مش مصر، دي مش بلدي، دي مصر اللي هم عايزينها تكون كلها خراب. وبدل العناوين اللي كل يوم بنفتتح مصنع، بنفتتح كوبري، بنزود الأفدنة المزروعة، بنشتغل في العاصمة الإدارية، بنشتغل في المشروعات الجديدة، بنطور في البحث العلمي، بنعمل جامعات، كل النجاحات دي تستعدي كثيرين وتستوجب حقد الآخرين. وفي ناس كده ما تحبش النجاح، في ناس كده تقعد تقول لك ده كبرياء، ده ناس شايفه نفسها، ده هي فاكره ايه، هي مصر ديت، طب هنشوف، طب هنوريها، ونقعد نفتعل حاجات ونطلع اشاعات والاشاعات تتكذب زي الحريق بتاع المطار وزي الحاجات اللي قالوا عليها، وندور على اي حاجه صغيره قد كده علشان نكبرها عشان تبدو الصوره في مصر سوداء. والحقيقه كم كانت سعادتي لما حسيت انه النهاردة يوم مختلف وان انا جاي اقول لكم شيء مختلف، جاي اقول لكم برافو، جاي اقول لكم الف مبروك، جاي اقول لكم شكرا لاخلاص كل واحد في مكان. مصر النهاردة اعلنت قدام العالم ان النزيف اللي استمر حوالي 6 ايام وكل يوم كان بيكلف مصر حوالي 14 مليون دولار امريكي لتوقف الملاحة في قناة السويس، توقف هذا النزيف بمجهود المصريين. وكان في تحية رائعة من السيد الرئيس وهتبقى معانا في فقرة الأخبار، والكل مبسوط والكل بيهني. والآن وأنا بكلم حضراتكم هناك مؤتمر للفريق أسامة ربيع اللي ما نمش بحسب توجيه رئيس الجمهورية من ساعة ما حصلت الأزمة لغاية لما نجحنا وأشادت بينا الشركات الهولندية والفرنسية والشركات اللي جت، يعني سارعت طبعا انها تساعدنا في الانقاذ لانه المصالح متعطله للدول خصوصا المصالح العسكريه. وامريكا كمان كان في تصريح انه في بعض التعطل للمصالح العسكريه بسبب وقف او توقف الملاحه. المهم اللي انا عايز اقوله لحضراتكم انه مصر قويه وان مصر ربنا واقف معاها. يا ريت الحاقدين والمنافسين واللي بياخدوا فلوس علشان يشتموا في مصر وفي قادتها ويبينوا الصورة كأنها سودة وكأن ما فيش شغل وكأن كل شيء مهمل، يا ريت يعرفوا انه ده ما منوش فايدة. صدقوني شوية صداع بتعملوهم لنا وخلاص بناخد حاجة للصداع ونخلص منكم، لكن صدقوني مصر معاها ربنا. والحقيقة السيد الرئيس أكتر من مرة قال الجملة دي وقال إحنا ربنا معانا لأننا بنشتغل بشرف وإحنا عمرنا ما عادينا حد ولا وقفنا ضد حد ولا عطلنا مصالح حد ولا خططنا لخراب حد، واللي بيبني ربنا معاه. فأنا سعيد جدا النهاردة هنتكلم عن هذا النجاح وعن الإشادات العالمية الكثيرة والتهاني اللي توالت علينا من كل الدول بعد نجاحنا في تعويم السفينة الضخمة البنمية ايفر جيفن والوصول بيها لبحيرات الإسماعيلية بعيدا بقى عن مجرى القناة اللي النهاردة عادت إليه الملاحة. وتوقع الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس أن يعني ننتهي من عبور 80% من السفن العالقة بسبب هذه الكارثة. بالإضافة لنقطة مهمة جدا، في لجنة شكلت وصعدت على سطح السفينة وسألت لكي تضع يدينا على الأسباب الحقيقية لجنوح السفينة. دي مصالح العالم كله ودي خسارة كبيرة لمصر،
واللي غلطان يدفع الثمن، لانه برضو الفريق مهاجمه مش كان ليه تصريح النهارده الصبح انه القبطان هو المسؤول الاول وان الرياح دي مجرد عامل مساعد لكنها ليست العامل الرئيسي الذي تسبب في كل هذا التاخير وكل هذا كل هذه الخساره. فارجو ان اللجنه دي تطلع نتيجتها بسرعه، وارجو انها تتحط قدام العالم كله، ونطالب بحقنا في الفلوس اللي احنا خسرناها وتأخير مصالح العالم، زي ما برضو سعيد باللجنة اللي شكلت من أجل استجلاء حادث قطر قطاري سوهاج. البعض قال حد رفع فرامل الطوارئ، والبعض قال السواق بتاع القطر التاني لم يستجب للاستغاثات ونط قبل الارتطام وبيعالج من بعض الكسور، لو كان موجود في القطر كان زمانه خلصان. كسرت الأقاويل حول تعمد إظهار مصر كأنها دولة فاشلة من مرفق السكك الحديدية، استغلال أنه بعض الأشياء متهالكة، استغلال أنه الجزاءات غير رادعة، استغلال أن القانون بينتهي بالإنذار ولا بخصم كم يوم، ولا ممكن حتى لو اترفض أهو هيتعوض هيجيله فلوس قد كده، لكن لا يمكن أن نبعد الشبهة الجنائية. وده مش كلامي، ده كلام المحللين. خلينا بقى نحط الشبهة الجنائية دي تنطبق على كل حاجة، ونشوف ونحقق ونوصل، واللي غلطان يدفع الثمن. النهاردة هتكون معانا دكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل، للحديث حول كل هذه الإشادات العالمية وقدرة مصر بعون الله على تعويم السفينة البنامية الحاوية الضخمة اللي كانت بتحمل أكثر من 18,000 طن من البضائع. ده فقرة الأخبار، حالا هنروح لتفاصيل الأخبار.